الخاص بالجهاز الهضمي، وراح ناخذ ان شاء الله اليوم هو عضو الاسوفيجاس، مجموعه من الافات المرضيه اللي تصيب هذا العضو، تتضمن اللاسريشنز والفارسيس وايضا الاسوفيجال كارسينوما. بالبدايه راح ناخذ نبذه عن النورمال ستراكشر والتشريح التشريحي والهيستولوجي اوف ذا اسوفيجاس. مثل ما نعرف نحن عضو الاسوفيجاس هو عباره عن نوع من الاعضاء تيوبولار اورجانز او اعضاء انبوبيه تربطنا ما بين الاورال كافيتي مع الاستومك. هو عباره عن كولابسبل او يعني قابل للحركه او قابل لتغير الطول مالته تقريبا 10 انش لونج ماسكولار تيوب. الفانكشن مال هذا العضو هو عباره عن يساعدنا على عمليه نقل الغذاء او نقل الطعام من الفم المهضوم او الى المعده. فيحتاج هذا العضو الى نوع من الماسكولار لاير، طبقه عضليه، خلي يساعد على عمليه تحرك اللقمه او تحرك الفود هذا من منطقه الاورال الى منطقه الاستومك. لذلك يحتوي دائما على نوع من الماسكولار لاير، نوعين من الماسكولار لاير عندنا، اللونجودينال وترانزيشنال، صراحه ناخذها بالمقطع النسجي. وايضا ما دام ايضا يحتوي، يجب ان يحتوي على نوع من الميوكس جلانز، خلي تساعد عمليه نزول اللقمه او نزول الاكل الى الاستومك. فيحتوينا على نوع من الميوكس جلانز، فيحتوينا ايضا على هذا النوع من السكريت الميوكس اند ترانسبورت فود فروم ذا فارينكس تو ذا ستومك. حركه العضليه لل الاسوفيجاس تحتوي على نوع من الحركه العضليه، او ما يسمى مرات يسموه بالحركه الاهتزازيه، او الحركه يسموها البريستاسيس او بريستالسيس موفمنتس. هي نوع من الريثماتيك ويفز، وعباره عن موجات معينه من التقلص العضلات تحاول تدفع اللقمه وتدفع الطعام من مثل ما ذكرنا الاورال كافيتي او من الفارينكس البلعوم الى الاستومك عن طريق التقلصات اللي تحدث بهذه الماسكولار لايرز، فيسموها البريستالسيس موفمنتس او ما يسمى بالهيثماتيك ويفز. مكان دخول الاسوفيجاس من طبعا نحن نعرف الاسوفيجاس هو موجود بالدايسيف سيستم، عفوا بالثوراسيك كافيتي، ويخترق الدايفرام اللي هو الحجاب الحاجز، خليه يدخل داخل المعده بالابدومينال كافيتي. فمنطقة دخول الاسوفيجاس الى ابدومينال كافيتيس اللي يخترق بها منطقة الدايفرام او الحجاب الحاجز يسموها بالبيريسيس اوف ذا دايفرام، او مرات يسموها الهياتس، هياتس اوبننجز. وايضا مرات تحدث حالات مرضية يسموها هياتس هيرنيا او ما يسمى بالدايفراماتيك هيرنيا، اللي هي مرات يساعدنا نوع من الامعاء ترجع عن طريق هذه الفتحة الى او يساعدنا دخول الامعاء الى الثوراسيك كافيتي عن طريق هذه الفتحة. ولكن بشكل عام مثل ما ذكرنا هو عضو انبوبي طولي عضلي يحتوينا على ميوكوس جلاندز، وايضا يحتوينا على مثل ما ذكرنا على حركات تقلصات عضليه تتحاول تدفع اللقمه او تحرك اللقمه من اتجاه المعده. بالنسبه للطبقات اللي تكون منها الاسوفيجاس كنسيجيانس، فهو تابع للجهاز الهضمي، فراح يتكون لنا من ميوكوزا وصب ميوكوزا وايضا ماسكولار سلايرز. الشيء مثل ما ذكرناه انه احنا عندنا اكثر من طبقه عضليه، فدائما طبقه الميوكوزا اللي هي عباره عن ابيثيريال تشو او ما يسمى بالابيثيريال سيلز، اللي هي عباره عن خلايا دائما تكون على بيسمنت ممبرين، وهذا النوع من الخلايا يكون دائما من نوع ستراتيفايد سكويموس نون كيراتينايز ابيثيريوم تشو او ابيثيريال سيلز، اللي هي عباره عن ستراتيفايز، هي اكثر من طبقه، طبقات تكون وليست سنجل لاير، طبقات يسموها ستراتيفايد، طبقه فوق طبقه، ولكن شكل الطبقه هذه او شكل الخلايا يكون سكويموس خرشوفيه، وايضا ما تحتوينا على الكيراتين نون كيراتينايز ابيثيليال سيلز. الطبقه اللي هي سب ميوكوزا دائما بالجهاز الهضمي تكون هي تحتوينا على الغدد، ولكن مثل ما ذكرنا نحن الاسوفيجاس يحتوينا على اكثر من طبقه من العضلات. فعندنا بالميوكوزا ايضا راح نشوف عندنا نوع من الماسكولار لايرز او الياف عضليه موجوده اللي قلنا تساعدها على عمليه
البريستالسيس موفمنت هذا، فراح نشوف ايضا منطقه الميوكوزا، راح نشوف ايضا نوع من الالياف العضليه موجوده في طبقه الميوكوزا. في حين ان طبقه السب ميوكوزا تكون غنيه جدا بالجلانس او ما يسميها بالاسوفيجيال جلانس، اللي راح تفرز لنا عندنا الميوكوس اللي يساعد ايضا على نوع من الانزلاق اللقمه الى منطقه المعده، فعندنا تواجد كثيف للاسوفيجيال جلاند ان ذا سب ميوكوزال لايرز. الطبقه الثالثه اللي هي عباره عن المسكولاليس، المسكولاليس لايرز قلنا تكون طبقه غنيه بالالياف العضليه، وهذه تكون نوعين من الالياف، عندنا الانر داخليه تكون سيركولر مسكولار لايرز، وعندنا ايضا طبقه خارجيه باتجاه الخارج تكون عباره عن لونجودينال مسكولار لايرز. اذا تنتبهون على الرسم عندي، هذه طبقه عباره عن، هذا هو اللومنز مال الاسوفيجاس، وهذه عباره عن الابيثيليال تيشو الموجود اللي قلنا دائما يكون طبقات مطبقه من الاسوفيجاس، العفو سكويموس لايرز مانكراتينايز، اكثر من طبقه او طبقه من هذه الخلايا. وعندنا ايضا في طبقه الميوكوزا عندنا اللي عباره عن المسكولاريس لايرز او مسكولاريس ميوكوزا يسموها، اللي تكون ده منطقه الميوكوزا، في حين ان الصب ميوكوزا اللي تحتها راح تكون على الجلانس الموجوده، وهذه الجلانس قلنا تفرز انها ميوكوس، وبعدين تجي لنا طبقه المسكولاريس. اذا تنتبهون طبقه المسكولاريس تكون نوعين من الطبقة عندي، عندي الداخلية راح تكون عندي inner layer، راح تكون عندي circular muscularis، الألياف العضلية على شكل تراكيب كروية أو تراكيب دائرية، في حين أن الطبقة الخارجية من المسكولاريس تكون عندنا longitudinal أو طولية. هذه صورة أخرى تبين عندنا طبقات الميوكوزا والصب ميوكوزا والمسكولاريس. لاحظ تواجد أيضا عندنا الغدد الموجودة، وأيضا عندنا نوع من الليف فيزلز اللي تنقل لنا فضلات وتنقل لنا الدم، يعني بقايا الدم الى منطقه الليمفويد تيشو، لاحظ هذه موجوده. لاحظ الطبقه العضليه الموجوده، هذه الموجوده في المسكولاريس لاير، طبقتين عضليتين عندي، الداخليه تكون سيركولار دائريه بينما اللوكودينال تكون الخارجيه، وايضا عندي بالميوكوزا ايضا نوع من طبقه المسكولاريس فايبر، وتجينا بعدين السب ميوكوزا اللي تحتوينا على الاعصاب والغدد، وايضا مثل ما ذكرنا تفرز لنا الميوكوس. فهذا كان بشكل مبسط الهيستولوجي والاناتومي مال الاسوفيجاس، وهو مثل ما ذكرنا من الاعضاء المهمه اللي خاصه بالجهاز الهضمي تنقل لنا الغذاء والطعام من منطقه الاورال كافيتي والفارينكس البلعوم الى منطقه الاستومك. الابيثيليال مثل ما نعرف الابيثيليال تشو مال طبقه الاسوفيجاس او المبطنه بالميوكوزا بتكون من نوع ستراتيفايد سكويموس نون كراتينايز ابيثيليوم تشو، ولكن في المنطقه اللي هي راح تدخل او تلتصق مع منطقه المعده فنشوف تحول للابيثيليال تشو، لانه الكارديال او ما يسمى بالكارديال سفنكترز اللي هو عباره عن منطقه التقاء الاسوفيجاس مع الاستومك او مع المعده في منطقه نوع من السفنكتر يسمونه، او نوع من اللي هو عبارة عن نوع من الرابط أو نوع من الحلقة اللي تدخل المعدة فيها الإسوفيجاس، فتكون تتغير طبقة الإبيثيليوم رأساً تتغير، نشوف عندنا البطانة المبطنة للمعدة تختلف عن البطانة المبطنة للإسوفيجاس، راح تتحول من الستراتيفايد سكويموس اللي نون كيراتينايز إبيثيليوم اللي هو خاصة بالإسوفيجاس، راح تتحول إلى عندنا نوع من الكوليومينر أو ستراتيفايد كوليومينر اللي هي عبارة عن مستطيلة epithelial tissue، وتكون قليلة الغدد خاصة في البداية، ولكن داخل المعدة من الداخل الوسط المعدة تحتوينا على الغدد، ولكن تختلف هذه الغدد بتتحول من الميوكوس إلى نوع من الغدد اللي بتفرز لنا الأنزيمات الهاضمة، ولكن راح تتغير البطانة من الإسوفيجاس إلى المعدة من السكويموس epithelium أو ستراتيفاي سكويموس epithelium إلى النونكيراتينايز إلى الكوليومينر أو ستراتيفاي كوليومينر epithelium tissue اللي خاصة بالمعدة. لذلك اي تحول راح يصير عندنا من داخل الاسوفيجاس بنوع البطانه خاصه بالمناطق القريبه راح نذكرها ان شاء الله، كحوع من الحاله المرضيه تتغير بطانه المعده، العفو الاسوفيجاس تكون مشابهه لبطانه المعده. بطانه المعده ما نوع تكون مثل ما ذكرنا هي عباره عن ستراتيفايد كوليومينر، كوليومينر تكون مستطيله عاليه ما مثل السكويموس، السكويموس تكون حرشوفيه، فالكوليومينر العاليه هذه يساعد على نوع من الحمايه للطبقات اللي اسفل منها بسبب الحموضه هذه المعده، فتكون مقاومه اكثر من السكويموس.
يعني الحموضة الموجودة أو الإنزيمات الحامضية الموجودة بالمعدة تحتاج هذا النوع من الإبيثيليوم. في عندنا أنا ما عندي نوع من الحموضة أو موجود من الستريس موجود أو كأنزيمات موجودة بالإسوفيغاس، لذلك تكون نوع من الستراتيفايد سكويموس حرشوفية. ولكن في بعض الحالات اللي احنا أخذها يسموه البارت إسوفيغاس أو ما يسمى بالبارت سيندروم، اللي هو عبارة عن نوع من الاسترجاع اللي يصير عنده الشخص بالحموضة أو بالإنزيمات الحامضية الموجودة بالمعدة إلى الإسوفيغاس، فراح نشوف نوع من الهايبر بليجيا وأيضا نوع من الميتا بليجيا. الميتا بليجيا هي عبارة عن تحول نوع الخلايا، تتحول الخلايا القريبة من منطقة نهاية الإسوفيغاس القريبة من المعدة، تتحول من الستراتيفايد سيكويمس إلى كوليومينر سيلز، راح نذكرها إن شاء الله بعدين. فعندنا أول حالة راح نأخذها اللي هو صوتي واضح يا شباب؟ اسال. واضح واضح واضح، ما عندكم شيء سؤال على الاناتومي والهيستولوجي مال ما اشكال. فعندنا الاسوفيجيال لاسريشنز اللي هو عباره عن نوع من اللاسريشن يحدث داخل الاسوفيجيالز، وايضا تسمى بالمالوري وايز سيندروم. المالوري وايز سيندروم هو عباره عن ايش؟ عباره عن تير. ايش معنى التير؟ اللي هو نوع من التمزق او نوع من الخنوشة أو نوع من التخرج يساعدنا أو اللاسريشنز للميوكس ممبرين أو الميوكوزا مال الأسوفيغاس. وهذه دائما تحدث قلنا ويصا most commonly at the point where the esophagus and the stomach meet، دائما منطقة التقاء الأسوفيغاس مع الاستومك، مثل ما ذكرنا بحالات الريفلكس اللي يحدث عندنا بالاستومك، يطلع عندنا المواد الحامضية الموجودة والأنزيمات إلى الميوكوزا مال الأسوفيغاس. فهذه المنطقة يسموها مرات الجاسترو إسوفيجيال جانكشنز، هي منطقة التقاء الجاستريك مع الإسوفيجيال، فيسموها الجاسترو إسوفيجيال جانكشنز. تكون دائما واضحة عندنا بالهيستولوجي أو الهيستوباث، مثل ما ذكرنا راح تنتقل البطانة الموجودة أو الإبيثيليوم الموجود من ستراتيفايد سكويمس، رأسا تتحول، شوف طبيعيا هي البعيدة رأسا تتحول الطبقات مالتها إلى ستراتيفايد كوليومينر إبيثيليال سيلز. فمرات ايش يساعدنا؟ يساعدنا نوع من النكروسيس، نوع من اللاسريشنز، نوع من التير التمزق بالميوكوزا بسبب عندنا هذا الاسترجاع الموجود بالمعده. بسبب عندنا هذا التمزق اللي يساعدنا بالميوكوزا، وقلنا الميوكوزا دائما تكون غنيه ايضا بسبب الميوكوزا تحتها عندنا نوع من بلود فيزلز، فراح يساعدنا سيفير بليدنج فروم ذا جاسترو انتستاينال تراكت. وهذه راح اشاهدها كعلامه سريريه by bright red blood in the vomits. دائما يساعد نوع من العفو vomiting او التقيؤ، وهذا التقيؤ يكون لونه احمر غامق او احمر يعني براق bright red blood in the vomits. Or I can see the other clinical signs اللي هي عباره عن bloody stools، راح تكون عندي نوع من الفضلات الموجوده عندي بال bloody stools، وهذا ايضا ينطينا indications لانه عندي اكو اذى بالميوكوزا بالدايجست سيستم، ولكن لون البلد الموجود او لون الستولز الموجود ينطينا انديكيشنز الى مكان البليدنج او مكان الاذى الموجود بالميوكوزا. فاذا كان عندي اذى قبل المعده او في المعده، نوعيه البلد او نوعيه الستول راح تكون البلد هذا يتاثر بالحموضه مال المعده، فيكون لونه على قهواي او براون كلر الستول هذا. في حين اذا كان عندي انا نوع من عفوا البليدنج الموجود بالانتستين، ما راح يكون عندي اذى بالبلاد فيزلز او عفوا يعني بلس، ما راح تاثر بالحموضه او الانزيمات الحامضيه الموجوده، فيطلع عندي لون او دياريا او نوع من الستول يكون بلودي احمر. فهذا ايضا ينطينا انديكيشن على مكان الاذى الموجود بالدايجستيف سيستم. قلنا دائما هذه الحادث اغلبيتها تمر ترافقه مع الاشخاص اللي ياخذون اكسسيف الكحول انجشنز، الاشخاص اللي يتناولون الكحول بكميات كثيره، يحدث عندهم نوع من الاسترجاع ونوع من الريفلكس بالمعده، وتتاثر عندنا يساعدنا ايضا هذا الكحول ياثر على الميوكوزا، فتحدث عندنا حاله الاسوفيجيال لاسريشنز. اذا تطورت عندنا الحاله وما استجابت او للعلاج او ما بدا العلاج بها، فراح يساعدنا نوع من الفوميتنج مثل ما ذكرنا، كافينج يساعدنا سعال، وايضا كونفولشن اللي هي عباره عن نوع من الحالات العصبيه، نوع من الكونفولشنز اللي هي تقلصات عصبيه تحدث بالدايجستيف سيستم وتعمل لنا حاله الفوميتنج او البلودي فوميتنج. اذا تنتبهون على الصوره هذه، هي منطقه التقاء
المعدة مع الإسوفيغاس، لاحظ منطقة اللاسريشنز الموجودة اللي تنطينا انديكيشنز على البيوكوزا اللاسريشنز الموجودة. الصورة بقى هنعشعها بعدين إن شاء الله، أكو أكثر من صورة. السايس والسيبتومز بشكل عام راح نشعر مثل ما ذكرنا الهيماتيميسيس اللي هو عبارة عن vomiting with the blood، وأيضا مرات أقل منها هي عبارة عن الميلينا كمصطلحات. الميلينا هي dark black tarry feces that are associated with the upper gastrointestinal bleeding. عفوا، فدائما قلنا حالة البليدنج اللي تحدث بالأبر ريسبيراتوري تراكس خاصة من المعدة وفما فوق الاسوفيغاس والفارينس، فتكون الفيسس هذا أو الستول الموجود فضلات تكون لون الدم مات يكون أسود، فيسموها كمصطلح يسموها ميلينا اللي هو دارك بلاد فيسس، بسبب قلنا عندنا الدم الموجود هذا راح يتأثر بالحموضة مال المعدة، في حين انه اذا كان عندنا نوع من اخر من البليدنج موجود بالانتستين بعد المعده فيكون لون الستول او لون الفيسز احمر لون الدم. ايضا عندنا يصير عندنا مرات هيماتوكسيا اللي هي عباره عن passage of fresh blood through the anus، حتى عندنا ايضا قطرات من الدم موجوده من الانس، وخاص يعني تكون يعني مؤلمه جدا عند صاحب الاصابه هذه. ايضا عندنا مثل ما يقول سينكوب او abdominal pain، راح يساعدنا الام بالمعده، وايضا عندنا نوع من السينكوب اللي هي عباره عن غيبوبه مرات خاصه اذا كانت حاله بسبب الانيميا فقر الدم بسبب البليدنج تحدث عندنا هذه الحاله. مرات يساعدنا تاكيكارديا واللي هي زياده دقات القلب انكريز هارت ريت بسبب عندنا السيفير انيميا هايبوتنشن انخفاض الضغط، ومرات يساعدنا الشوك مثل ما ذكرنا بسبب البلود لوس خاصه اذا كان كميات كبيره من الدم يساعدنا شوك او صدمه. الباثولوجي مثل ما نعرف الخاص بهذه الحاله راح نشعر اغلبيته بالميوكوزا، انه تاثر على الميوكوزا، فهو عباره عن السريشنز او السرز موجوده، مرات يسموها اذا تعرفون يسموها القرحه مال الاسوفيغس او مال المريء، مرات بالعربي هالشكل يسموها قرحه المريء، يقول لك عنده قرحه بالمريء. فراح نخشى عندنا عباره تكون هذه القرحه على شكل لينير او طوليه لينير لاسريشن للميوكوزا، وقلنا تكون قريبه ويصب نير ذا اللي هو اسوفيغاس جاستريك جانكشنز، منطقه التقاء الاسوفيغاس مع الجاستريكس. مرات قلنا مثل ما راح يكون عندنا نزف، فالنزف هذا حسب اللاسريشنز الموجود، فاما يكون مايل خفيف الى ماسف هيموريج الى شديد، حسب قلنا اذا كانت الحاله ما استجابت العلاج او الحاله ما تعالجت فيساعدنا نوع من الماسف هيموريج. السريشنز اوف ذا ميوكوزا انصب ميوكوزا، ونعرف انه الالسريشنز من اللي راح يحدث اللي هو عباره عن الالسرس الموجود، فالالسر راح تختفي عندنا طبقات الميوكوزا وتنزل تحت الميوكوزا. دائما بحاله الالسريشنز تكون عندنا طبقه الميوكوزا راح تنزال او يساعد نيكروسيس بالابيثيليال تيشو، وايضا طبقه تصاب الميوكوزا يساعد بها نوع من الالسريشنز. لذلك دائما حالات الالسرز تعالج ب او الهيلينج يصير مالتها بحاله الفايبروسس، يساعدنا فايبروسس نوع من الفايبروسس يحدث مثل جاستريك السرز، او عندنا مثل الاسوفيجيال السرز، لانه اذا زالت الطبقات الداخليه خاصه الميوكوزا والصاب الميوكوزا فالطبقة هذه ما عندها حالة الريجنريشن ترجع مرة ثانية وترجع الابيثيليال تشو، لأنه انزالت كلتها، فيرجع الجسم يعالج بيش في طبقة من الفايبروسيس. إذا ازدادت الحالة راح يساعدنا نوع من البيرفوريشنز اللي راح يساعدنا ثقب بالاسوفيغاس، يساعدنا نوع من الثقوب تحدث داخل الاسوفيغاس، وهذه يعني تكون مهمة جدا وخطيرة جدا، تحدث عندنا ابدومينال بين وعفوا ابدومينال هيموريج تحدث عندنا، والشخص يعني يكون معرض للموت بسبب عندنا هذا النزف الداخلي. ميدياستايناسيس راح يساعدنا نوع من التهاب العقد الليمفيه خاصه الموجوده قريبه من المريء، وايضا مرات مثل ما ذكرنا راح يساعدنا ربتشر للاسوفيغاس او انفجار، او يساعدنا حالات الربتشر للاسوفيغاس، فتكون حاله مهمه جدا. لاحظ عندي صور، عندي هذا اللون الازرق اللي هو عباره عن الالسريشنز الموجود، هذا هو اللاسريشنز او الالسريشنز الموجود، لاحظ يكون لونه احمر مثل ما ذكرنا، لانه طبقه الميوكوزا كلها انزالت ووصلت لطبقه الصب ميوكوزا، وهي طبقه الصب ميوكوزا تكون غنيه بالاوعيه الدمويه، غنيه بالاوعيه الدمويه، فتكون هذا احمر لاحظ. وايضا عندي هذه اللاسريشنز الموجود، لاحظ قلنا عندنا هذا الريفلكس، هاي طبقه السفينكرز او ما يسمى بال
العصارة أو طبقة العضلية المدخل الستومك هذه اللي هي عبارة عن طبقة عضلية من يدخل الطعام بها بعد دخول الطعام يمنع عملية رجوع المواد والطعام إلى الإسوفيغس. فهذا الاسفينكترس مرات كحالة مرضية يصير عنده نوع من الترهل بالعضلات، يصير عنده نوع من بسبب عنده السفير المواد الحامضية الموجودة يتأثر على العضلات، فيصير عندنا نوع من الاسترجاع الى الاسوفيغاس تسبب لنا هذه الحاله من اللاسريشنز. لاحظ ايضا عند هذا الصب ميوكوزا وصب ميوكوزا قطعناها، لاحظ عندنا هذا هو اللاسريشنز الموجود، ممكن صار ايضا عندنا نوع من البيرفوريشنز، لاحظ بيرفوريشن بالاسوفيغاس ثقب يساعدنا بالاسوفيغاس. اكو سؤال استفسار يا شباب على هذه الحاله؟ قلنا دائما تكون مترافقه مع حالات الاكسسيف الكحول انجشن، تناول خاص ناول الكحول، فهذا الكحول ياثر ايضا على الميوكوزا وياثر على السفينكترز الموجوده الكاردياك سفينكترز اللي هي عباره عن طبقه او المنطقه الفاصله ما بين الاسوفيغس والاستومك، فيصير نوع من المواد الحامضيه الموجوده. على طبقة الميوكوزا الموجودة بالسوفياغاس. واضح يا شباب؟ واضح؟ اي دكتور نسمعك. الصورة واحد. اي دكتور نسمعك. انا سيف. طلع عليك. ها. ماكو صورة؟ لا صورة ماكو. صوتها مقطع. والله ما اعرف يعني اكو مشكلة بالانترنت ضعيف ما اعرف. رجعت الصورة. يابا حتى ابو الانترنت مالتنا انترنت هم نتجول ما اعرف يعني. اليوم ضعيف الانترنت، بتعرف الناس قاعدين ببيوتهم و يستخدمون الانترنت. اليوم من الصبح خبرتوني قال لي والله هو من المصدر ضعيف الانترنت. فقط بس عندي عندكم نفس الشيء كات. الصوت يمكن يقطع الصوت ولا واضح هسه؟ لا واضح هسه واضح. واضح واضح. الحالة الثانية اللي راح ناخذها اللي هي عبارة عن اللي يسموها الاسوفيجيال فارسيز، او ما يصلح مرات اذا بالعربي مرات اذا كنت سمعتمها هي عباره عن نوع من الدوالي. تعرفوا ايش معناته الدوالي؟ اللي تحدث داخل الاسوفيغس. جزء اول مره تسمعون دوالي، دائما تخليك تحدث بالاقدام، تحدث بالاوعيه الدمويه الخارجيه اللي هي عباره عن يصير نوع من الدايليشن او توسع للاوعيه الدمويه، ولكن ايضا الفارسيس او الاسوفيجيال فارسيس الاوعيه الدمويه الموجوده بطبقه الميوكوزا ايضا تحدث بها نوع من الدوالي او التوسع، فيسموه اسوفيجيال فارسيس. اسوفيجيال فارسيس ار اكستريملي منتلي بشكل يعني راح يساعدنا نوع من الاستمراريه بهذا دايليتيشن اوف ذا سبكوزال فينت ان ذا لور ثيرد اوف ذا اسوفيجس. راح يساعدنا نوع من التوسع بالاوعيه الدمويه الموجوده كوزال لايرز وخاصه في الفينس او ما يسمى بالاورده. وين تحدث هذه؟ اغلبيتها تحدث باللور ثيرد اوف ذا اسوفيجس، الثلث السفلي من الاسوفيكس. وهذه الحاله اغلبيه تحدث مترافقه مع حالات مرضيه بسبب عندنا اللي عندنا نوع الزياده بالضغط اللي يحدث بمنطقه البورتال فينس او ما يسمى بالاورده الموجوده بالكبد. احنا نعرف مثل ما نعرف اكو نوعيتين من الدوره الدمويه يسموها الدوره الدمويه والدوره الدمويه الكبديه، اللي عن طريقه يجي الغذاء او الدم اللي يحتوي على الغذاء من الانتستين يجي على الكبد، والكبد عنده وظيفه مهمه جدا اللي هي عمليه الفلتره والديتوكسيفيكيشن ازاله السموم اللي تجي مع الغذاء، وايضا يضيف للغذاء مواد. مثلا عندنا بالدم موجود الالبومين، عندنا موجود الكومبلمنتس، هاي كلها عن طريق الكبد. وايضا بالكبد مثل ما نعرف عباره عن خلايا الماكروفاج الموجوده او البلعميات، هذه اي فورم بدي اي ما يزيل الجسم خلي عملية الفلترة. فعندنا دورة دموية يسموها البورتال سيركوتري بلاد أو ما يسمى بدورة دموية الكبدية. فإذا إذا صعد نوع من الضغط أو زيادة بالضغط داخل هذا البورتال فينس أو داخل
البورتالز اريا تسبب لنا عندنا هذه الحاله هي وما يسمى بالسوفنجر فارسيس. واغلبيه هذه الاحداث تحدث بسبب عندنا حالات الاصابه بالكبد، واكو حاله مهمه جدا تحدث بالكبد يسموها الليفر سيروسيس او تشمع الكبد او ما يسمى بالليفر فايبروسيس او تليف الكبد. فهذا ايش سيسبب لنا؟ يسبب لنا عندنا راح يسبب لنا قله بمجرى دوران الدم داخل الكبد، فيسبب لنا حاله من زياده الضغط داخل الاورده القريبه من الكبد او خاصه البورتال فينس. هذا البورتال فينس من يسبب له زياده بالضغط ما يدخل الكبد بكميات كثيره، فايش يعمل الجسم كيسموه كومبنساتوري ميكانيزم، اليه تعويضيه اليه علاجيه، الاوعيه الدمويه القريبه من هذه الحاله يصير بها نوع من التوسع ككومبنساتوري ميكانيزمز. اقرب اوعيه دمويه وشرايين دمويه يحدث بها اللي هي عباره عن تكون قريبه جدا اللي هي عباره عن السبلينيك ارتريز والسبلينيك فينس قريبه من السبلينز، والشرايين القريبه من الاسوفيغاس الموجوده بالصب ميوكوزا، فيحدث بها نوع من التوسع فتتغلب على هذا الهايبرتنشن او هذا زياده الضغط الموجود عندنا بالبورتر اريا، فتحدث عندنا حاله الاسوفيجال فارسيس. هاي بشكل عام الاسوفيغاس فارسيس الباثوجينيسيس مالتها. البيبل وذ اسوفيجال فارسيس او ما يسمى بالدوالي الموجوده بالاسوفيغاس هاف ا سترونج تندسي تو ديفلوب سيفير بليدنج which left untreated can be fatal. الاشخاص اللي يعانون من هذه الحاله ما دام عندنا توسع في الاوعيه الدمويه الموجوده بالصب ميوكوزا، فهذا التوسع راح يسبب عندنا رقه بجدار الشرايين والاورده او بشكل عام الاورده الفينس، راح يصير عندنا نوع من الرقه او الثينس بالشرايين عفوا الاورده الموجوده بالصب ميوكوزا، وهذه اي طخه بسيطه او اي لقمه بتنزل بداخل الاسوفيغس راح يسبب لنا نوع من البليدنجز، راح تنفجر عندنا الاورده هذه وسبب عندنا سيفير بليدنجز، وايضا تكون اذا ما تعالجت هذه تكون عندنا فيتال والانسان معرض للموت بسبب عندنا هذه الحاله. اذا تنتبهون على الرسم بالحاله الطبيعيه لاحظ عندنا الكبد الموجود القريب منه اللي هو هذا البورتال فينس، وايضا عندنا الاستومكس والاسوفيغس القريب موجود، ما عندنا اي نوع من الضغط او زياده بالضغط على الاورده هذه، فالدم يمشي طبيعي بداخل هذه الاورده وما يصير عندنا نوع من الزياده او توسع بالشرايين القريبه. لاحظ عندنا هذا هي البطانه موجوده عندنا بالاسوفيغس، ما عندي اي نوع من التوسع الموجود بالميوكوزا او صب الميوكوزا او بالشرايين. لاحظ هذه الميوكوزا هذا عباره عن اندوسكوب دخلوه بداخل الميوكوزا ما عندي، والشرايين تكون لاحظ شرايين تكون طبيعيه ما صار بها توسع. في حاله الليفر سيلوسيس لاحظ عندي الليفر شلون يكون عندنا هوني لونه احمر، بينما من يتحول هذا الليفرز الى فايبروسيس تختفي عندنا الخلايا الكبديه راح تختفي ويجي بمكانها عندنا حاله الفايبرس كونكتيف تشو. هذا الفايبرس كونكتيف تشو ما يقوم باي وظيفه، وهو عباره عن سبورتنج تشو نسيج يعني بس مجرد انه يترس المكان فيسبب قله بجريات الدم داخل الكبد. فلاحظ عندنا راح يصير عندنا تفخم بجدار الاوعيه الدمويه القريبه موجود، وخاصه قلنا لاحظ هاي كلها الاوعيه الدمويه القريبه راح يصير فيها تفخم اللي تتغلب على هذا الضغط، ومن قرب منها ايضا قلنا الاسوفيغس الموجود، فلاحظ عندنا يصير تفخم بجدار الاوعيه الدمويه الموجوده او الاورده الدمويه الموجوده بجدار الصب ميوكوزا، تحدث عندنا هاي الحاله اللي هي عباره عن الفارسيس او ما يسمى بالاسوفيجر فارسيس، او خلينا نسميها مثل ما يسمى الدوالي الموجوده داخل الاسوفيغس او صب ميوكوزا مال الاسوفيغس. فهي كانت الباثوجينيسيس الحادث اللي عندنا القريبه من الاسوفيغس اللي سبب اغلبيه الليفر سيروسيس، والليفر سيروسيس يكون اسبابه كثيره، عندنا سيفير او كرونيك هيباتايتس. طبعا الكبد عنده قابليه على الريجنريشن يعني كبيره جدا، اي اذى يصير بالكبد راسا ترجع الخلايا عنده الخلايا الكبديه تعتبر نوع من عند القابليه ترجع مره ثانيه تتكاثر وترجع مره ثانيه، ولكن في حاله الكرونيك هيباتايتس دائما عندنا اصابه، فالكبد بعد فتره ماكو خلايا تقوم بعمليه الريجنريشنز فيصير تحول الى الفايبروسيس او تليف، وايضا تحدث حالات السيفير الكحول انجشنز تناول الكحول بكميات كبيره راح يسبب عندنا حاله السيروسيس او الفايبروسيس تتطور عندنا هذه الحاله او الفارسيس. اذا تلاحظون الصوره اللي بعدها عندنا الفارسيس هذه وتكون ايضا قريبه من قلنا بالثلث الاخير من الاسوفيجال، لاحظ هذه المعده وايضا هذه هي اسوفيغاس ميوكوزا مثل ما ذكرنا، فحيصير عندنا نوع من الدايليتيشنز
الموجود، لاحظ هذا الدايليتيشنز الموجود بالسبميوكوزا اللي هو عبارة عن توسع للأوردة الدموية الموجودة. طبعا هذا أيضا راح يسبب لنا اللومن مال الاسوفيغس أو تجويف الاسوفيغس، راح يسبب نوع من التضيق. فالإنسان شوف الإنسان من يحاول يبلع اللقمة يكون مؤلمة تكون، وأكو نوع من الخناق الموجود يخليك ما عاد تنزل الأكل. كل هاي علامات على سبب الاسوفيغيال بارسيس أو ما يسمى بالدايليتيشن اللي يحدث بالبلود فيزلز، وقلنا سببه البورتال هايبرتينشنز الخاصة بالبورتال أريا مترافق مع السيروسيس. مثل ما ذكرنا مرات إيش راح يحدث عندنا سيفير بلودينج أو بليدينجز. إذا تلاحظون هاي الصورة لاحظ الدم كنينه عندنا عبارة عن جريان دم يحدث داخل الأوردة العفو داخل الأسوفيغس، وأيضا يسبب لنا الميلينا ويسبب لنا الفيسس. راح يكون عندنا لون الدم القهوائي بسبب عندنا تأثره بالعصارة مال المعدة، فتكون مؤلمة يعني وتكون خطرة على الإنسان وتكون فيطل للإنسان اللي ما يتعالج عن طريق هذه الحالة بسبب عندنا هذه الحالة. الهيستولوجي او هيستوباثولوجي راح نشوف عندنا اذا ناخذ مقطع نسجي لاحظ نشوف الاورده الموجوده بالصب ميوكوزا عباره عن توسع كبير ومحتقنه بالدم. لاحظ عندنا توسع كبير ومحتقنه بالدم، ومرات مثل ما ذكرنا يصير نوع من النكروسس بالميوكوزا، نكروسس عندنا بالميوكوزا وتخترق هذه بسبب عندنا الضغط اللي سببه هذه الاوعيه الدمويه المتوسعه على طبقه الميوكوزا، ويصير نوع من البيرفوريشنز او الثقب بال الاسوفيغس ميوكوزا، وساعد نوع من البليدينجز. لاحظ هاي كلها عباره عن اورده دمويه محتقنه وكبيره بالدم بسبب عندنا زياده الضغط الموجود. لاحظ هاي الصوره الاخرى ايضا بقول لك عندنا سيفير انلارجمنت والكونجيشن اوف بلاد ان ذا سب ميوكوزا لايرز. لاحظ هذا اللومنس مال الاسوفيغس، وهاي كلها عباره عن السولنج اوف ذا فين اللي خاصه موجود عندنا بالسب ميوكوزا. وقلنا هذا التوسع اللي يحدث عندنا بالفينز اللي خاص عندنا نوع من الثن او الرقه بجدار الوعاء الدموي هذا، ويكون معرض للانفجار ويسبب لنا البليدنجز، فتكون خطره جدا وخاصه الاشخاص اللي يعانون دائما من قيء دم، وهذا اذا ما يتعالج هذا ايضا تتطور الحاله الى نوع من الشوك والفيتال، حاله تكون مميته عند الشخص بسبب عندنا سيفير بليدنج. تشعر دائما يعاني من انيميا، دائما يعاني من ميلينا اللي موجود هذا دائما blood stools، وايضا vomiting with the blood. فكل هاي تعطينا indications الى حاله الفارسيس او ما يسمى بالاسوفيجال فارسيس. وتتشخص الحاله عن طريق الاندوسكوب، مرات يعطينا indications لانه كثير من الحالات الشخص مرات ما تصل مرحله معينه يلا يكتشفها، فبالبدايه لازم يكون الاندوسكوب موجود يشوف عندنا الطبقات الميوكوزا الموجوده او داخل الاسوفيجال، التوسع الموجود للبلود فيزلز، ويبدا عندنا حاله البليدنجز اذا ما تعالجت الحاله. فهذا ما يسمى بالاسوفيجال فارسيس، او بالمصطلح العام مرات يسموه دوالي الاسوفيجس او دوالي المريء بشكل عام. مرات اذا تسمعون يقول لك عنده دوالي بالمريء او فارسيس اللي هي عباره عن توسع ننتقل للحالة الثالثة اللي هي عبارة عن الاسوفيجال كارسينوما، الأورام النوع من الأورام الكارسينوما. ما دام كارسينوما، كلمة كارسينوما تدل على التيومرز اوف ذا ابيثيليال تيشو، لأنه عندنا كارسينوما وأيضا عندنا اسوفيجرز نوعين، سكويموس كارسينوما والأدينو كارسينوما. في حين أن كلمة ساركوما يعني انا ما اريد ادخلكم بالتيومرز، اذا كنت اخذتهم بالجنرالز، كلمه ساركوما عندي كلمتين اللي هي كارسينوما وساركوما، هي اثنين مدل على بناء مالجنت تيومرز، ولكن كلمه الكارسينوما دائما تجي مع الاصابات او التيومرز مع الابيثيريال تيشو، في حين كلمه ساركوما تجي مع الكونكتيف تيشو او تجي مع السبورتنج تيشو. مثلا لما اقول عندي فايبرو ما اقول فايبرو كارسينوما، اقول فايبرو ساركوما، او بالعضلات مثلا عندي مايو ساركوما وليست كارسينوما. فالاعضاء اللي تحتوي على ابيثيريال تيشوز او كونكتيف تيشو او ابيثيريال سيلز تحدث حاله التيومر سيلز اللي تحدث عندنا تسموها كارسينوما او اسوفيجال كارسينوما. فهون راح تساعدنا الاورام الموجوده في طبقات
الميوكوزا او طبقات البيثيليال لايرز الموجوده مبطنه للاسوفيجلز او المريء. فعندي نوعين مهمين جدا تحدث عندنا هذه الاورام او المالجنت تيومرز داخل الاسوفيجلز، وكل محدد بالاعتماد على نوعيه الخلايا وايضا مثل ما ذكرنا على شكل الخلايا شو تترتب داخل التيومرز او داخل السرطان. فعندي السكويمر سيل كارسينوما سكويمر سيل سيرت، وايضا عندي الادينو كارسينوما. السكويمر سيل كارسينوما راح تكون عندنا التيومر سيلز المنشا مالته من الابيثيليال تيشو الموجوده عندنا بطبقه الميوكوزا، في حين ان الادينو كارسينوما ان هذا الاسوفيجس يحتوي على تيوم يحتوي على جلاند على غدد، وهذه الجلاند هم تكون مبطنه بابيثيليال تيشو او ابيثيليال سيلز. فاي نوع من التيومرز تحدث داخل هذه التيومرز جلاند او هنا حاله يسموها الادينو كارسينوما. فالسكويمس سيل كارسينوما forms in the squamous the thin flat cell that lining the esophagus. ثم ذكرنا نحن الاسوفيجس مبطن بطبقة stratified squamous layers، فمن يساعد نوع من التيومر بحدد هذه الحالة يسموها سكويمس سيل كارسينوما. This cancer is most often found in the upper and middle part of the esophagus. دائما هذه الحالة مترافقة دائما وسط تتواجد هذه السكويمس سيل كارسينوما بالطبقات العليا والميدل او الوسطى من الاسوفيجس. في اذا انقسم الاسوفيجس الى ثلاث اقسام، طبقه علويه اللي قريبه من الفارينكس، وطبقه وسطى، وطبقه سفلى اللي تكون قريبه من المعده. فهذا النوع من السكويمس الكارسينوما يكون دائما بالطبقات العليا او المنطقه العليا للاسوفيجس والمنطقه الوسطى. في حين الادينو كارسينوما مثل ما ذكرنا ادينو يعني كلمه غديه، وكارسينوما للابيثيليال begins in the glandular secretory cells اللي قلنا موجوده بالصب الميوكوزا. هذه الجلاندرز موجوده produce release fluid such as mucus مثل ما ذكرنا، واغلبيه هذه الحاله من الادينوكارسينوما راح تلاقيها موجوده ويصب ايضا موجوده بالطبقه السفلى او الطبقه القريبه من المعده the whole part of the esophagus near the stomach near the stomach، لانه اغلبيه هذه الحاله من التيومرز الادينو كارسينوما تكون قريبه من المعده. السبب مالته اغلبيته يكون بسبب مثل ما ذكرنا البدايه راح يساعدنا الاسوفيجال لاسريشنز اللي سميناها بالبدايه اول حاله التيرس الموجوده والتخرش الموجود بسبب عصاره المعده. فتتحول البطانه يصير نوع من الميتابليجيا، تتحول البطانه مال الاسوفيجس تكون مشابهه للبطانه مال المعده. ليش؟ خلي تقاوم هذه الحموضه الموجوده. فالتحول بالبطانه او البيثيليال تشو، نحن نعرف ان البطانه مثل ما ذكرنا مال الاسوفيجس هي تكون سكويمس خرشوفيه، في حين انه في المعده تكون كوليومينر او طوليه او عموديه. فتتحول الاسوفيجس الموجوده والبطانه الاسوفيجس الى نوع من الكوليومينر ابيثيليال تشو خلي تقاوم هذه الحموضه. فهذه الحاله دائما يسموها حاله يسموها البارت سيندروم او يسموها الميتابليجيا اوف ذا ابيثيليال سيلز. بعد فترة إذا ظلت الحالة استمرت هذه الميتابليجيا تتحول هذه الخلايا أو الغدد الموجودة داخل الصب الميوكوزا من هذه المنطقة تتحول إلى طبقة الأدينوكارسينوما أو ما يسمى تتحول الخلايا الموجوده بالجلانس الموجوده بالصب الميوكوزا تتحول الى نوع من الغدد السرطانيه فيسموها ادينوكارسينوما. السكويمس سيل كارسينوما اخذناها اكثر من مره، تتميز بايش؟ تتميز دائما يسموها بالانكريز بالكيراتينز لايرز، وهذا الكيراتينز لايرز يكون يعطينا نوع من الصفه المميزه لهذا النوع من السكويمس سيل كارسينوما، يترتب على شكل دائري فيسموها مرات سميناها السكويمس بيرز او الكيراتين سبيرز اللآلئ هذه الموجوده عندنا. فلتلاحظ هذا هو عباره عن اللآلئ الموجوده من الكيراتينز، لاحظ عندي هذه اللآلئ من الكيراتينز وتحيط بها الخلايا اللي هو يسموها السكويمس سيل كارسينوما او سكويمس سيل تيومرز، فمرات على شكل الدائري مرات ايضا يسموها سكويمس وورل او دوامات هكذا. تحتوي بالداخل مثل ما ذكرنا قشعناها اكثر من مره على طبقه الكيراتينز او كيراتينز لايرز فيسموها الكيراتينز بيرلز كيراتين سبيرلز. قلنا دائما قلنا ويصل طبقه الميوكوزا، لاحظ هاي كلها طبقه الميوكوزا. وايضا هو ما هذا النوع من التيومرز هو مالجنس فيساعدنا انفيجنز للطبقات السفلى لا
لاحظ هاي الطبقات العضليه وطبقات السبميوكوزا، فاذا تتحول عندنا الى تيومر سيلز وتتحول عندنا هذه الكيراتين بيرلز، لاحظ كيراتين سبيرلز وتحتوي على الكيراتين بالاضافه الى الخلايا السرطانيه الموجوده. اذا جروسلي نشوفها راح نشوف طبقات تتكون عندنا من الزياده بالتفخن الميوكوزا بسبب عندنا الهايبربليجيا اوف ذا البلاستيك تيومر سيلز، زياده تكاثر الخلايا الموجوده بالبيثيليال سيلز طبقه الميوكوزا، فنشوف عندنا تفخن جدار الميوكوزا، لاحظ جدار الميوكوزا يكون ثخين جدا، وهذا ايضا يقلل لنا من اللومن الموجود بالاسوفيغاس، يضيق لنا اللومنز، لاحظ. اذا ناخذ مثل ما نقطع نسجي راح نلاحظ هذه البيرلز الموجوده، طبقات البيرلز تصطبغ بلون الايوسين او اللون الوردي، بس الصوره اللي بعدها تكون واضحه جدا بالنسبه لكم، يسموها كيراتين بيرلز او الالي البراتيس، وحاولت تتواجد عندنا الخلايا السرطانيه سكويمس على شكل هاي الدوائر فيسموها سكويمس وورلز او الدوامات. لاحظ هاي صوره اخرى، لاحظ هذه هي الكيراتين بيرلز، لاحظ او الالي اللي تحتوي على الكيراتين سلايرز تاخذ هذا اللون الوردي بسبب تهيل الايوسينز، في حين ان الخلايا السرطانيه الموجوده لاحظ، وهاي الخلايا السرطانيه تتميز باكثر من نوع من النواد تكون داخلها اكثر من نوع من الشكل منقسمه فيسموها انابليجيا، لاحظ، وسموها ايضا مرات وورلز اوف انابلاستيك وسكويمس سيلز، دوامات من الخلايا السرطانيه الموجوده سكويمس سيلز، ولكن كصفه مميزه للسكويمس سيل كارسينوما قشعنانو باكثر من مكان بالفم، وقشعنانو ايضا يتواجد بالجلد سكويمس سيلز بطبقات السكويمس لايرز، فراح نشوف هذه الطبقه من البيرلز او الكيراتين بيرلز واضحه جدا، فيعطينا انديكيشن انه هذا النوع هو عباره عن سكويمس سيل كارسينوما. لاحظ ايضا تتواجد هذه كلها عباره عن البيرلز، لاحظ هذه البيرلز الموجود عندنا بالطبقات الميوكوزا، في حين ان طبقه الادينوكارسينوما مثل ما ذكرنا، الادينوكارسينوما دائما تترافق مع حاله تسموها البارس اسوفيغاس، اللي هو عباره عن استرجاع للميوكوزا، عفوا استرجاع للانزيمات الحامضيه الموجوده على طبقه الاسوفيغاس لايرز، فيساعدنا الريبليسمنت اوف ذا لور اسوفيجال سكويمس ميوكوزا باي ميتابلاستيك جلاندولار ميوكوزا، تستبدل طبقه الجلاندولار ميوكوزا as a result of gastroesophageal reflex، يسموه gastroesophageal reflex اللي هو عباره عن استرجاع للحموضه الموجوده او الانزيمات الحموضيه على طبقه الميوكوزا الموجوده بالاسوفيغاس، فبحاله الاسوفيغاس تلاحظ عندنا بحاله طبيعيه قلنا سكويمس ابيثيليوم موجوده، وإذا كان صاعد نوع من الانجري نحاول وبعدين يصير بها نوع من اللي هي عباره عن ميتابليجيا هذه، بعدين تتحول الى ديسبليجيا. الديسبليجيا هو عباره عن عدم ترتيب للخلايا، المفروض انه داخل البيسمنت ممبرين تقعد الخلايا كل ما تقعد على البيسمنت ممبرين وتكون طوليه، نعرف نحن اذا تتحول الى شكل غدد او شكل بروجكشنز او سميناها البابيلاريز، تتحول هاي يسموها ديسبليجيا، عدم ترتيب للخلايا، وهي تعتبر اول مراحل السرطان هذه الديسبليجيا. فمن يساعدنا الديسبليجيا للطبقات الموجوده عندنا بالميوكوزا للاسوفيغاس تكون معرضه للاصابه بالكانسرز، تترتب تكون الحاله تترتب على شكل غدد وتترتب هذه الخلايا على شكل بروجكشنز يسموها الادينوكارسينوما. قلنا دائما هاي تترافق مع حالات البارتس اسوفيغاس، وهذه حاله مهمه جدا تكون اغلب الناس معرضين لها، فاذا ما تعالجت جوز تتحول الحاله الى نوع من الديسبليجيا، بعدين تتحول الى كانسرز او ادينوكارسينوما بسبب عندنا قلنا تحول او ريبليسمنتس اوف ذا لور، قلنا دائما هاي الحاله تحدث بالطبقه السفلى من الاسوفيغاس القريبه من المعده، في اللور اسوفيغاس سكويمس ميوكوزا تتحول الى ايش؟ الى نوع من الميتابلاستيك، يصير عندنا ميتابليجيا كجلاندولار ميوكوزا او على شكل غدد، تتحول لنا عندنا الى ادينوكارسينوما. الصوره اللي بعدها تكون واضحه جدا، لاحظ الادينوكارسينوما بدات تترتب، هاي طبعا طبقه الميوكوزا، هاي طبقه الميوكوزا المفروض انه ما عندي شكل غدد هوني، لاحظ هاي طبقه الميوكوزا، فترتبت الخلايا السرطانيه على شكل نوع من الغدد الموجوده، لاحظ، وايضا عندي الكونكتيف تشو الموجود هذا بدا، وعندي بلاد فيزرز يغطينا عندنا، المفروض طبقه الميوكوزا ما تحتوي على هذه طبقه الصب ميوكوزا،
وايضا راح تهاجمنا ما دام هو نوع من الميريومرز، فراح تهاجمنا الطب الميوكوزا والماسكولاريس، فتتكون عندنا ايضا نوع من النس يسموه نس، عباره عن عشاش من الخلايا السرطانيه، وهي الخلايا السرطانيه تاخذ عندنا شكل الغدد، فتفرز لنا ايضا تكون تفرز لنا الميوسينز او ما يسمى بالميوكوس، تاخذ هذا اللون وتكون فارغه بسبب عندنا انتاج هذا الميوسينز، وتكون ايضا عندنا تحت السكويمس لايرز، هاي السكويمس لاير تكون ايضا متفخنة بسبب عندنا هذا البارتس اسوفيكس او ما يسمى بالبارتس سيندروم. فهذا هو عباره عن النوع الثاني من الادينو كارسينوم او عفوا من المالجنت تيومرز اوف ذا اسوفيكس. عندنا نوعين اللي هو سكويمس كارسينوما اللي دائما قلنا يحدث بطبقات العليا والوسطى من الاسوفيكس، في حين ان النوع الثاني اللي هو الادينو كارسينوما يحدث بالمنطقه القريبه من التيومرز العفو من الاسوفيغس، واغلبيه تقول ان هاي الحاله تكون مترافقه مع حاله البارتس اسوفيغس او اسوفيغس اللي هو عباره عن نوع من التحول او ميتابليجيا لطبقه الميوكوزا اللي موجوده بالاسوفيغس، تتحول من السكويمس ابيثيليال لاير الى كوليومينرز او يسموه جلاندولار كوليومينر مالجنس سيلز او خلايا سرطانيه، وتتحول الى ايضا بعدين نوع من عدم ترتيب للخلايا هذه بسبب التكاثر السريع للخلايا السرطانيه هذه، فيسموها الحاله ديسبليجيا. ديسبليجيا اللي هي عدم انتظام، لانه نعرف ان النسيج يتكون من خلايا وهذه الخلايا تنتظم بشكل معين فتنطي لنا شكل النسيج. بالسرطان او بالاصابه بالتيومرز بسبب التكاثر الكثيف للخلايا السرطانيه وتكون غير مرتبه، ما تنطينا نوع من يعني انديكيشن نسيج معين خاصة بالمالجنت تيومرز، فيسموها الحالة ديسبليجيا. تتحول هاي الديسبليجيا إلى التيومرز فورم إذا هاي الديسبليجيا على شكل بروجكشنز أو على شكل مالجنتس أو على شكل جلانس وهكذا تترتب، أو على شكل وورلز أو دوامات اللي رشعناها بالطبقة أو التيومرز مال السكويمس كارسينوما، فينطينا انديكيشن إنه اكو حالة من التيومرز موجود، فيسموها الحالة الأدينو كارسينوما. وهذه اغلبيه هذه التيومرز لازم عمليه ازاله جراحيه او يتعرضون للاشعاع حلي يخلصون منها، فاي حاله تيومرز تكون في المنطقه المريء اما تكون عندنا السكويموس كارسينوما او راح تكون عندنا الادينو كارسينوما. هاي المحاضره مال اليوم يا شباب، اذا اكو سؤال استفسار اتكم، اتمنى تكون واضحه يعني. دكتور السكوامس سيل كارسينوما سببه الدوالي مال الاسوفاجاس، واللي سببه السيروسيس مال الليفر، والادينو كارسينوما يكون سببه المرجع يعني مال الحامض مال المعده. السكويمس الكارسينوما قد تكون سبب الدوالي ولكن ليس تاثير كبير. الاشخاص اللي معرضين الى نوع من يعني الكحول مثل ما ذكرنا يتناول الكحول بفتره طويله وهي يكون معرض للسكويمس الكارسينوما، في حين انه الاشخاص العفو الادينو كارسينوما بالنسبه للسكويمس الكارسينوما تختلف المسببات مالته، قد تكون مسببات تعرض للاشعاع معين، عندنا مثلا حالات عندنا هو مرات او امراض وراثيه تكون مرات السكويموس كارسينوما. فالسكويموس كارسينوما ما دام بالطبقات العليا والطبقات الوسطى ما مثل الادينو كارسينوما. الادينو كارسينوما لا يجوز مع اللاسريشنز يتحول، او يجوز مع سميناه البارس سيندروم قد تكون سببه، تتحول من هذا الميتابليجيا تتحول. ولكن حاله السكويموس كارسينوما كتيومرز موجود بالطبقات العليا والوسطى اغلب اسبابه يكون انون يعني كوسز، الشخص اما يكون عنده يعني مرات يسموها الانيشيشنز او بروموشنز، عنده قابليه على الاصابه بهذه الحاله فيتعرض الى نوع من الاشعاع، يتعرض الى نوع من الاصابه كمزمنه قد تتحول الى حالات كرونيك وتتحول الى تيومرز. ولكن الاشخاص اللي يعانون دائما من حالات الاسترجاع المعده، حالات الاشخاص اللي يتناولون كميات كبيره من الكحول قد يصابون بالادينو كارسينوما اكثر من السكويموس كارسينوما، لذلك الادينو كارسينوما شيوعيا اكثر من السكويموس كارسينوما.
يعني عالميا نسبه الاصابه بالادينوكارسينوما اكثر من نسبه الاصابه بالسيكويا ماسكل كارسينوما، لانه منطقه قريبه تكون من المعده، والاشخاص اللي يعانون دائما حالات عصبيه، الاشخاص اللي يعانون من استرجاع فتره طويله للمعده على المريء قد يكونوا معرضين لهذا النوع من التيومرز اللي هو ادينوكارسينوما مثل ما ذكرنا، لانه بالبدايه راح يساعدنا ميتابليجيا اللي هو عباره عن تحول نوع من نوع الى نوع اخر من الخلايا الابيثيليال، من كانت سكويمس تتحول اللي موجوده بالاسوفياجس تتحول الى كوليومينر، وبعد فتره اذا استمرت هذه الحاله تعتبر نوع من الستريس فاكتور او تعتبر نوع من الاحداث للتيومرز تتحول الى ديسبلاجيا. هذه الديسبلاجيا تتراكم الخلايا او تترتب الخلايا بشكل غير طبيعي مثل ما ذكرنا، غير متناسق، فتتحول الى نوع من السرطان. لذلك الادينوكارسينوما مثل ما ذكرنا اكثر شيوعا من السكويموس كارسينوما، ويترافق دائما مع حالات الفارسيز وحالات اللاسريشنز الموجوده او ما سميناها بالبارت اسوفيجاس، لانه هذه الحالتين تكون دائما قريبه ويصاب قريبه مع المعده. اذا شرحتوها بالفارسيز او الدوالي وايضا باللاسريشنز، هذه الحالتين الاولى والثانيه تكون قريبه جدا مع او ما يسمى بالثلث الاخير من الاسوفيجاس. وايضا عندنا الكارسينوما يتواجد بشكل اساسي بالثلث الاخير للاسوفيجاس، فدائما يترافق مع هذه الحالتين. في حين ان السكوس الكارسينوما قلنا دائما يتواجد العري. اهلا وسهلا. هلا انس، سؤال اخر يا شباب. ما اعرف ما وصلكم على امتحان فصلي، امتحان نهائي، ما بعد ما بلغوكم يعني الجدول ما نزلتم الا والله الامتحان فصلي بعد كل شيء ما نعرف علينا، لازم مصطفى هادي او زيد هادي اللي موجودين يحكم معك يكتبون بالسوالف. ايه يعني انت مهم لازم ايه على الاقل تقرون المادة ما تحنون المادة. لا انت انت ما كورس ها نهائي، فيعتبر يعني ما يعتبر الفصل الاول، راح يعتبر مثل الفصل الاول او نص السنة. هو احنا فصل اول عندنا فصل ثاني هاي السنة. على كل حال اي فصل اول فصل ثاني ونهاية السنة. بالضبط 10 لكل مادة. مع العمادة. نعم 10 لكل ماده، يعني بعد ما 2.5 10 لكل ماده عمليه بعد ما حدد الموعد نظري. لا لا الموعد هو محدد على الاطر الوزاريه، يعني على الكتاب الوزاري يقول من 18 او 20/3 تبدا الامتحانات النظريه، هذا كتاب رسمي. نعم، وقبله تبدا الامتحانات العمليه اللي بعده. بالضبط بالضبط حسب العاده، يعني بالعاده الامتحان عملي قبله. قبله توفقكم ان شاء الله جميعا ان شاء الله. انت اذا كملت المحاضره استاذ بسطف في التسجيل. ايه العفو العفو، انا دائما انسى وانتم هم ذكروني ايقاف التسجيل لانه هم راح يكون